نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وموضوع هام جدا الحقيقة، وهو يخص ختان الإناث. اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أعلنوا عن إطلاق حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان احميها من الختان. الحملة هتستمر لمدة 3 أيام في كل محافظات الجمهورية، وده يعني في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. هدف الحملة بكل تأكيد هو إنه نزود الوعي، لأنه الوعي هنا كلمة السر. توصيل الرسائل الهامة الخاصة بقضية هامة زي الختان لكل عقل لسه بيصر على مسألة زي دي، يعني التأكيد على إنه ده جريمة، وإنه هيكون في إجراءات صارمة تردع المخالفين. الإشارة كمان للآثار النفسية والسلبية والجسدية الكبيرة لضحايا الختان. رسائل خاصة كتير من خلال هذه المبادرة، المبادرة الخاصة بتنمية الأسرة المصرية. ويمكن قبل الحملة كمان هيكون في مجموعة من الدورات التدريبية بكل فروع المجلس على التوازي، هيكون فيها موجود رائدات ريفيات وشابات متطوعات وقيادات دينية من الأئمة والواعظات والراهبات اللي بيشاركوا في التوعية الميدانية، لأنه دايما بنقول الكلام، ودي أهمية الحقيقة، رائدات الريفيات وأي حد جاي بيكلمهم بلغتهم موجود جوه تجمعاتهم عارف ايه اللغه وايه اسلوب الحوار اللي ممكن انه ياثر في الناس دي، فمهم جدا انهم يكونوا موجودين في مثل هكذا حملات. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل. معانا دلوقتي الاستاذه ايزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعيه بمجلس القومي للمراه ومنسق عام الحمله. مساء الخير على حضرتك. عايز اعرف من حضرتك ايه الجديد في الحمله دي، لانه احنا على مدار السنين بنشوف حملات وجهود كبيره بتتعمل في مساله ختان الاناث، لكن الحقيقه انه احنا نفسنا في يوم من الايام نقضي على ختان الاناث بشكل كبير، لانه لم تعد الفتيات يعني تتحمل اكثر. يعني خليني بدايه اقول لحضرتك انه ده جهد بيقوم بيه المجلس القومي للمراه في اطار المشروع القومي لتنميه الاسره المستمره على مدار العام. طبعا احنا في يعني تقدم كبير جدا فيما يتعلق بقضيه ختان الاناث في مصر. اصبح عندنا قانون مجرم نقلها إلى جريمة جنائية تصل العقوبة فيها للأشغال الشاقة في حالة يعني تعرض الضحية نفسها للعاهة البدنية أو حتى الوفاة. في تجريم كبير وتوسيع في إجرام في التجريم لأطراف كثيرة بتشارك في هذه العملية ما كانتش قبل كده القانون بيذكرها أو بيجرمها. الجديد في هذه الحملة اللي هي بتقع على مدار السنة، احنا بنعملها أكتر من مرة على مدار العام، إنه احنا بنشرك معانا القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين، القساوسة والأئمة والواعظات والراهبات اللي بينزلوا لأول مرة للمنازل المواطنين علشان يقدموا لهم خدمة توعوية بتتعلق في يعني إزالة اللبس عند المواطن المصري البسيط بمدى مشروعية أو شرعية أو الشرعية الدينية لقضية الختان. هي لأنه متهيألي ده الأمر المفصلي، إنه اللي بيعمل العملية دي بيبقى شايف إنه ده جزء من الدين. حقيقي، والحقيقة احنا في فترات معينة يعني كان هذا يعني الاعتقاد كان يعني بيرسخوا أصوات متحفزة وشديدة التحفظ، وبيروا أنه في هذه الممارسة هي ممارسة فيها متمارس يعني فيها عفة للبنت وفيها حفاظ على الأخلاق وحفاظ على الأسرة. كل هذا اللي رفضوا الطب أولا ورفضوا الدين قبل كل هذا. والحقيقة فضل هناك نوع من المقاومة عند المواطنين المصريين في خاصة في المناطق اللي هي غير حضرية، ان يعني ما زال الاعتقاد فيما يتعلق بانه الختان هذا واجب وضرورة، وحتى انه في بعض الاحيان واحنا يعني بنتكلم مع الناس او بنتحرك مع الناس بيقولوا لنا لا، في واجب وفرض ديني فيما يتعلق بالختان. ده اللي كان احنا كنا حريصين في هذه الحملة، وان شاء الله
مستمرين على مدار العام وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة لأكثر من مرة ولا أكثر من حملة، إن إحنا ننزل البيوت ونتكلم معاهم بشكل مفتوح على كيف ترى الشرائع الإسلامية والمسيحية هذه القضية، وكيف يعني تعالجها يعالجها الأئمة بحيث يقدروا يقنعوا الناس أن هذه الممارسة لا تمثل للدين بالصلاة. أنا بشكر حضرتك على فكرة أنه تأكدي على فكرة أن احنا بنقدم يعني خدمة تدريبية قبل هذه الحملات، وبنقصد بالخدمة التدريبية دائما عندنا جديد في هذا الموضوع. يعني كنا بنشتغل على توعية فيما بتتعلق على الآثار الصحية والنفسية، والمرة اللي بعدها أكدنا على فكرة أنه الشرع بيرفض هذه الممارسة. المرة الجديدة بنتكلم على فكرة أن القانون أصبح يجرم ويوسع مجال التجريم لآخرين. فكل مرة بيبقى عندنا يعني كونسبت أو مبدأ جديد نبدأ نأكد عليه عند المواطنين. طبعا إحنا في المسح الصحي السكاني أشار إلى أنه هناك يعني في تقدم في هذه ما هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك عليه، هل احنا عندنا بالارقام محققين تقدم؟ احنا شغالين على المستوى، حضرتك كنت بتقولي ان في تقدم بالنسبه للقانون، بالنسبه حتى على ارض الواقع شغالين، بنحاول نوصل للناس، نكلمهم بلسانهم، نقرب منهم، نحاول نوعيهم من خلال الناس اللي تقدر توصل لهم جوه دايرتهم. حضرتك شايفه ان احنا محققين تقدم على ارض الواقع ملموس في مساله ختان البنات بالارقام؟ الحقيقه هو مش انا اللي بقول كده، اللي بيقول كده هو الارقام اللي صدرت عن المسح الصحي والسكاني خلال هذا العام من شهور قليله ماضيه، اللي قالت انه اصبح عندنا تقدم فيما يتعلق بقضيه الختان او مش تقدم في اقل في نسبه الممارسه اكثر من 8% عن المسح الصحي السكاني اللي كان في 2014. واحنا كان عندنا ارقام مستهدفه؟ يعني وصلنا لها وما وصلنا لهاش؟ من حيث التوعية احنا عندنا كل نساء مصر احنا بنوجههم لهم البرامج التوعوية، لكن خليني أكلمك تحديدا على المناطق اللي بتنتشر فيها ممارسات الختان. خلينا نبقى برضو يعني صرحاء مع أنفسنا أن الختان ما زال في هناك مقاومة من المواطنين اللي بيقيموا في المناطق الغير حضرية، مقاومة للاعتقاد الشديد اللي عندهم بأن هذا الأمر لازم وواجب بالنسبة لهم. دول هم مستهدفين الأساسيين. هتلاقي النسب حتى اللي أشار إليها المسح السكاني اللي صدر هذا العام أو من أشهر قليلة، أنه أكثر النسب هي موجودة ما زالت في مناطق الصعيد وفي المناطق الغير حضرية والقرى في الصعيد المصري. في الوجه البحري وفي المدن بترتفع النسبة، يعني النسبة بتبقى أفضل كثيرا في هذه الفئات. وبالتالي فإحنا بتكون كل توجهاتنا مكثفة. إحنا بنشتغل في كل المحافظات في 27 محافظة تأكيدا وتكثيفا على القرى اللي بتشملها مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة، توازيا مع هذه المبادرتين الهامتين لأن هي بتتكلم على فكرة الارتقاء بالخصائص السكانية. والارتقاء بالخصائص السكانية أهم ما يتعلق بها أن يكون عندنا وعي فيما يتعلق بدور المرأة، بكيان المرأة، صحيح. صحة المرأة، كيف تكون المرأة مشارك وفاعل أساسي في تنمية مجتمعاتها، إزاي تقدر تحافظ على نتائج التنمية اللي بتقدمها الدولة في لأكثر من 58 أو 60 مواطن في قرى حياة كريمة. وده اللي بيخلينا نأكد على إن إحنا توجهنا الأساسي بالإضافة إلى طبعا جميع القرى الجمهورية، لكن احنا توجهنا الأساسي بيكون في قرى حياة كريمة علشان نعمل هذا التساوي والتوازي في الارتقاء بالخصائص بالإضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والبنية البشرية في هذه القرى. بناء الإنسان وبناء الحجر، احنا مش بس بنطور القرى، احنا مش بس بنبني بيوت، احنا كمان بنعمر عقول المصريين، وبنحاول ان احنا نشيل منها اي موروثات
قديمة بتضرنا وتضر الجيل الجديد اللي جاي، اللي كل الدولة بتحط كل أملها على هذا الجيل، بتهتم بالأطفال، بتهتم بالإناث بالبنات زي ما حضرتك كنت بتقولي، اللي هم بيبقوا عماد الأسر بعد كده. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة ومنسق عام الحملة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.